جزاكم الله خيرا. الآية الأخرى قوله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ فسر العلماء ذلك بالموتتين، أنهم كانوا يوم كانوا نطف كانوا أموات، فأحياهم الله بنفخ الروح فيهم، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. والموتة الثانية الموتة بالأجل، إذا حضر الأجل بعد نفاد العمر، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، عرفنا الموتتين. والإحياءتين أيضا، الإحياء من النطف والإحياء من القبور إذا بعثهم الله سبحانه وتعالى.